توبة 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 لكم. يا دي النيلة يا نواه، يا دي النيلة، ما قلت لك 100 مرة بلاش تجي لي العربية، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش أمان. الله، خرجت ولا اتهببت؟ ماليش فيه. وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لقيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه نواف. نفسي بتهفني على الكبده فبجيئك. كبده ايه؟ كبده ايه نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه وسلومه جوزك مشاهبه لنوال ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيوره القصيره بتاعتك. ما انت مضروبة على عينك وبتحبها رد السجون. انا عارفة عجبك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال، هاي النوال مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عاملة حسابي. لا شوفي لي اي حاجة معاك. طب خد يا هيمة ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش. ويلا بقى اخلعي نوال، مالكيش حجة، واحدة جوزها جزار واقفة على عربية كبدة مستوردة ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوة. يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلعه، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزاه ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمة، عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر، والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق، بص من الاخر عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروته النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بوسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحله. قمر ايه وحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاك. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما تشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس، قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت. يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس؟ هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه؟ انصحك ديري بالك على حالك. خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟
حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي. يا رب في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. اه وحشوني. الله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح خلاص. والنبي استغفر الله العظيم. والنبي قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي دي بدريه ماتت. يو طب انت واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي، ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك علي حقك علي. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقنك ريحه البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟ عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضاء. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي. الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي انا من زمان وانا نفسي اكون في الوجود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفذ لها، وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج. ونتجوز انا وانت يا هيم. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع سيختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تطلت يا نوال؟
لا وربنا اتهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده، خد يا حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منها. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا.